ما انا بقول لك حبايبك كتير، في عندي الناقد الرياضي عبد المنعم الوسطى والاستاذ محسن لملوم، فده لسه عندي حاجات كتير قوي، فهنسمعهم بيقولوا ايه، ولان كله عاوز يجامل الاستاذ ابراهيم. ربنا يخليك. اتفضل يا سمير. اهلا الاستاذ ابراهيم حجازي، استاذنا الاستاذ والانسان والمعلم. تجربة طبعا انا عشتها من سنه 90 من يناير، لان انا دخلت الاهرام الرياضي في يناير سنه 90. كانت تجربه يعني تقريبا قلبت مفهوم الصحافه الرياضيه في مصر، كانت تجربه رائعه قلبت كل الموازين في الصحافه الرياضيه المصريه، اللي بعد كده اصبحت تجربه رائده يشار لها بالبنان. استاذ ابراهيم له ايادي بيضاء علي انا شخصيا، وله ايادي بيضاء على كثير من الزملاء في الاهرام الرياضي وفي الصحافه الرياضيه والصحافه عموما. هو مدرسه في 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 فن الاغلفه، كمان في الاغلفه الرياضيه، اعتقد ان هو خفه ظله اللي انعكست تماما على الاغلفه اللي كانت بتصدر من عن طريق الاهرام الرياضي، والاعداد الخاصه اللي صدرت عن الاهرام الرياضي، واللي هي لاول مره تحدث في الصحافه الرياضيه في جمهوريه مصر العربيه خلال اخر 30 سنه. استاذ ابراهيم حجازي هو مش بس رمز للصحافه الرياضيه، لكن هو رمز مجله الاهرام الرياضي بدون شك او بدون جدال، يعني هو يعني الاب الروحي ليها. دي مش عايزه كلام. الحاجه الجميله ان الاستاذ ابراهيم ما كانش مجرد رئيس تحرير، لكن كان بمثابه اب لكل الصحفيين اللي عملوا او تعاونوا مع مجله الاهرام الرياضي منذ اكثر من 30 سنه حتى يومنا هذا. استاذ ابراهيم انا بعتبر نفسي على المستوى الشخصي محظوظ ان انا اشتغلت معاه قبل ما يغادر طبعا الاهرام الرياضي بفتره تجاوزت ال 10 سنين، فطبعا انا اسريت تماما في الفتره دي. اتذكر ليه وقعه مهمه جدا يمكن ما حدش كتير يتكلم عليها، ان هو باع عدد قبل ما يصدر في السوق، لا قبل حتى ما يتكتب، وكان بالمناسبه عدد خاص عن نادي القرن وفوز النادي الاهلي بلقب نادي القرن في افريقيا، وكان العدد ده تقريبا في اغسطس 2001. باع العدد قبل ما يطبع وقبل حتى ما يتكتب يمكن بفتره شهرين عن طريق توزيع كوبونات الناس تحجز وكده، ومباعش بقى مثلا 1000 ولا 2000 ولا 3 ولا 10، باع تقريبا 145,000 نسخه قبل ما يتباع، ده غير اللي اتباع بعديها. فدي بصراحه كانت سابقة انا اتعلمتها او تجربة انا خدتها مع الاستاذ ابراهيم حجازي في بداية طبعا شغلي، فانا بصراحة دي حاجة انا ما شفتهاش قبل كده او حتى بعد كده، حتى لو اعتبر بعد كده، لكن يبقى طبعا السبق للاستاذ ابراهيم حجازي اللي هو كان دايما استاذ في عالم الصحافة وخصوصا الصحافة الرياضية. هتقول ايه لحبايبك يا استاذ ابراهيم؟ عايز اقول لعبد المنعم، وعايز اقول محسن، يعني انا بشعر يعني الحياه بامتنان، يمكن عايز اقول لكل اللي انشغلت معاهم يعني سامحوني اذا كنت انا في وقت من الاوقات يعني ما انت مش هتقدر تراضي كل الناس او تقدر نعم انت حاسس ان الاوقات حد فيهم؟ انا يمكن عذري الوحيد ان انا كنت ببص للمصلحه العامه، عمري ما بصيت لمصلحه خاصه. انت جواك حاسس ان انت ظلمت حد فيهم؟ لا 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 لا, لا انا ما اصحاش الله، انا بالعكس يعني انا يمكن ربنا سبحانه وتعالى فاتح عليا، ومن ان انا ممن يعني انك انت بتكون في طريق من يقضي حوائج الناس، يعني انا ما دايما يا رب، وربنا ما يكتب علينا ده. لا انا اقصد اقول انما انت ممكن تكون في وقت من الاوقات ضغط العمل، لما انا في الشغل ما بعرف اكيد اصحاب وكل حاجه، ربنا ما يهمكش اي حد، انما في الشغل المساله ما فيهاش هزار يعني.